بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب وصفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات والفيزياء. دائما نواصل تصحيح الامتحانات الوطنية في مادة الفيزياء. اليوم في الفيديو غنخصو الامتحان الوطني لسنة 2018 الدورة العادية مسلك العلوم الفيزيائية، وغنبدأ بالتمرين الرابع اللي هو تمرين الميكانيك، نظرا لأن الفروض الأخيرة يكون فيها الميكانيك تقريبا فقط. دونك التمرين الرابع يقول: لاحظوا بأن الجزء الأول والثاني مستقلة. الجزء الأول دراسة حركة السقوط الرأسي للكرية في سائل لزج. لتحديد بعض مميزات حركة سقوط كرية في سائل لزج، نجري التجربة التالية: نملأ أنبوبا مدرجا بسائل لزج وشفاف كتلته الحجمية غو، ثم نحرر داخله بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية، نستر على بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية كرية متجانسة كتلتها M يساوي 2 × 10^2 كيلوغرام وحجمها V ومركز قصورها G. ندرس حركة مركز القصور G في معلم O G مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا. نعلم موضع G عند لحظة T بالأرتوب Y على محور او واي، راسه موجه نحو الاسفل. هنا ننتبه بان راس ديال واي موجه نحو الاسفل، يعني هنا موجب الشكل واحد. نعتبر ان موضع جي منطبق مع اصل المحور او واي عند اصل التواريخ، يعني في اللحظه تي يساوي صفر هتكون واي يساوي صفر، و في زيرو كتساوي صفر. هذو هما المعطيات البديهية اللي غنطلقو منها. نعتبر أن دافعة الخميس إف أ غير مهملة بالنسبة لباقي القوى المطبقة على الكرية. نمدد قوى الاحتكاك التي يطبقها السائل على الكرية أثناء حركتها ب إف يساوي ناقص ك في جي. غنرجعو ليها، غنلاحظو بأن إف مع في جي في النهايين متعاكسين، لأن كان الإشارة ناقص حيث في جي متجهة سرعة جي عند لحظة تي وكمعامل ثابت موجب. نذكر هناك لاحظوا بأن كموجب باش تكون إف في منحى متعاكس مع في جي. نذكر أن شدة دافعة الخميس تساوي شدة وزن السائل المزاح إف دو أ يساوي قو مضروبة في في مضروبة في جي، حيث جي شدة التقلة. لتحديد قيمة السرعة اللحظية لمركز قصور الكرية نستعمل كاميرا رقمية وعدة معلوماتية ملائمة. نحصل بعد معالجة المعطيات التجريبية على المنحنى شكل 2 الذي يمثل تغيرات السرعة في جي بدلالة الزمن، يعني في جي المنحنى هو هذا بدلالة الزمن تي. السؤال الأول: بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية تكتب على الشكل التالي: الاشتقاق الأول للسرعة في جي زائد 1 على طو في جي يساوي أ، محددا تعبير الزمن المميز طو بدلالة ك و إم، وتعبير الثابتة أ بدلالة غو جي و إم و غو و في. هذا هو السؤال الأول. نمر الآن إلى الحل. الآن الجزء الأول من الحل. الجزء الأول، السؤال الأول: المعادلة التفاضلية. لتحديد هذه المعادلة التفاضلية خصنا نستخرجوا القوى المطبقة على الجسم. دونك ناخذ الجسم كما عطاو لنا الشكل رقم 1، نقلبوا على القوى المطبقة على الكرية. المجموعة المدروسة، المجموعة المدروسة هي الكرية، ثم القوى المطبقة على الكرية. من طبيعة الحال غنمثلها باش نسهل عليها الإسقاط. أولا الوزن بي، وزن الكرية بي اللي غيكون من طبيعة الحال نحو الأسفل، غندير بلون المغاير بي، ثم نكتب بنفس اللون. ثم نرجعو للتمرين، لاحظوا قوى الاحتكاك التي يطبقها السائل على الكرية اف، قوى الاحتكاك، قوى الاحتكاك اف
علما أن F كتساوي ناقص ك ضربها في في جي. احنا من طبيعة الحال كنعرفو بأن في جي دائما كتكون في منحى الحركة، دونك في جي بما أن ك موجب حسب التمرين فإن F لها منحى معاكس ل في جي، دونك هذه هي F ثم شدة دافعة الخميس تساوي شدة وزن السائل المزاح F A دافعة الخميس F A لا تكون موجهة نحو الأعلى من طبيعة الحال. F A راح حاول نستعمل ألوان مختلفة. الآن ممكن نطبقوا القانون الثاني لنيوتن. حسب القانون الثاني لنيوتن ممكن أن نكتب أن مجموع القوى P زائد F زائد F A يساوي M A G. الآن نسقط هذه العلاقة على محور O Y، على المحور O Y موجه نحو الأسفل. كنلاحظوا بأن بي مع O Y عندهم نفس توجيه، يعني بي إذا سقطنا غنحصلو على بي، ثم F بالأخضر عكس O Y يعني ناقص F، ثم F A عكس O Y يعني ناقص F A. يساوي M A G، بحيث A G هو الإسقاط ديال المتجه A G على O Y. نعوض الآن، إذن P هي M G F يناقص K V G ناقص ك في جي ناقص اف ا حسب المعطيات غو في جي. انا كناخذ فقط الشده ناقص غو في ضرب في جي يساوي ام. احنا كنعرفوا بان التسارع اللي هو دي دو في جي على دي تي. انا نبسط هذه المعادله، غنبدا M D de V G sur DT غنزيد عليها التعبير، يعني غنردو الجهة الأخرى، زائد K V G يساوي M G ناقص غو ضربها في V في G، يعني M نبسط دي دو في جي سور دي تي زائد كا في جي يساوي، هنا ممكن نعملو بجي، نحصلو على M ناقص غو نضربها في في، نقسم جميع الأطراف على M نحصلو على دي دو في جي تي على دي تي زائد كا على M في جي يساوي جي نقسمه هنا على ام ثم نقسمه هنا على ام غنحصلو على واحد ناقص او في على ام. بالمقارنة مع المعادلة اللي عندنا
خصنا نوصلو ليها دي دو في جي على دي تي زائد واحد على دو في جي يساوي أ. يعني غنلاحظو ونكتب المعادلة. المعادلة اللي خصنا نوصلو ليها هي على الشكل التالي، خصنا نوصلو بأن دي دو في جي على دي تي زائد واحد على دو في جي يساوي أ. يعني أن واحد على طو يساوي ك على ام، و أ كيساوي هذا التعبير كامل جي عامل واحد ناقص غو في على ام، يعني أن طو يساوي ام على ك، هذه هي النتيجة النهائية، و أ يساوي جي عامل واحد ناقص غو في في على ام. السؤال الموالي الآن، ثانيا حدد مبيانيا قيمة كل من سرعة في جي ليميت و طو. ثانيا تحديد في جي ليميت و طو. ناخذ الشكل، الشكل ديالنا هو هذا. لتحديد في جي ليميت غناخذ مستقيم بلون المغير موازي والمماس عندما لا نهاية تمثيل المبياني ديال السرعة. كنلاحظو بأن في جي ليميت حسب الشكل كتساوي 0.5 متر سكوند موانزا. ثم نقطة التقاطع هي هذه مع المماس المنحنى عند صفر، وغنرسمو ديال بلون المغاير يسقط على محور الزمن. دونك غنلقاو النقطة هنا، يعني المنتصف بين 36 و 72، يعني المجموع اللي هو 36 زائد 72 808، والنصف هي 54. دونك 54، يعني أن تي يساوي 54، والوحدة طبعا هي ملي سيكوند. السؤال الموالي، أوجد قيمة كل من المعامل ك والثابتة أ. ثالثا قيمة كل من ك و أ. لتحديد ك نعود إلى السؤال السابق، السؤال السابق حسبنا فيه طو بدلالة ك، طو يساوي ام على ك. لدينا تحديد ك، طو يساوي ام على ك، يعني أن ك يساوي ك طلع البسط كتساوي ام على طو. تطبيق عددي، نلقاو بأن ك يساوي ام حسب المعطيات جوج في 10 أس ناقص جوج، 10 أس ناقص 2، 2 في 10 أس ناقص 2 على طول اللي هي 54 ملي سكوند، يعني 54 في 10 أس ناقص 3 نحولها للثانية، يعني ك يساوي 2 على 54، 10 أس ناقص 3 طلع البسط تولي 10 أس 3 ناقص 2 يعني في 10،
بإجراء الحساب للحاسبة لقاو كي يساوي 0.37، والوحدة هي الكيلوغرام سيكوند موينز تعبير ك. الآن لنحدد أ القيمة، نحدد قيمة أ انطلاقا من الشكل. كنلاحظوا بأن في النظام الدائم، هنا عندنا النظام الدائم كنلاحظوا بأن في جي كتساوي في جي ليميت في النظام الدائم. الآن نتبع في النظام الدائم سرعة في جي كتساوي في جي ليميت اللي كتساوي كونستانت ثابتة. أنا نرجع للشكل باش نوضحه. لاحظوا بأن السرعة هنا كتزاد حسب الوقت، لكن في النظام الدائم الوقت يزداد، لكن كنحصلوا على نفس السرعة في جي اللي هي هنا في جي ليميت القصوية. إذن في هذا النظام الدائم إذا كانت السرعة ثابتة، يعني دي دو في جي على دي تي الاشتقاق يساوي صفر. حنا كنعرفوا بأن المشتقة ديال عدد ثابت يساوي صفر. ومنه المعادلة، أرجع لها باش نوضح لكم المعادلة الأولى اللي عندنا. المعادلة هي هذه، دي دو في جي في دو جي على دي تي زائد واحد على طو في جي يساوي أ. دونك إذا كانت في جي يساوي في جي ليميت، يعني هذا الاشتقاق يساوي صفر، نحصلو على واحد على طو في جي ليميت كتساوي أ. الآن تطبيق العددي، طو قلنا بأنها كتساوي حسب ما سبق القيمة ديال طو اللي هي 54 ملي سيكوند، واحد على 54 في 10 أس ناقص 3 نضربها في في جي ليميت اللي هي 0.5، يعني 5 × 10^-1 يساوي أ. إذن أ كتساوي 5 × 54 × 10^-1 ثم في 10^-3 في 10^-3 يعني 10^-2، يعني أ يساوي 5 × 54 × 10^-2. استعمل الآلة الحاسبة غنلقاو أ تقريبا تساوي 29.26 متر سكوند موند. سؤال موالي، رابعا تكتب المعادلة التفاضلية لحركة جي عدديا على الشكل التالي. دونك الاشتقاق الأول ديال في جي على دي تي يساوي 29.26 ناقص 18.52 في جي. احسب القيمة التقريبية لكل من التسارع أ 3 ثم في 4. رابعا قيمة تسارع أ 3 و في 4. نعلم حسب المعطيات أن دي دو في جي على دي تي، نرجع المعطيات نسجل معادلة 29.26 ناقص 29.26 ناقص 18.18.52 في جي ناقص 52 في جي. هذا يعني أن تسارع أ إي يساوي 29.26 ناقص 18.52 في إي.
نعطي اي يساوي 3، فنجد ا 3 يساوي 9.26 ناقص 18.52 في 3. التطبيق العددي يعني ا 3 يساوي 9.26 ناقص 18.52 نضرب في 3، نرجع للجدول في 3 اللي هي ان ا 3 يعني ان عطتنا في 3 0.0126 0.0126. باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو النتيجة ا 3 النهائية كتساوي 9.26 ناقص 18.52 مضروبة في 0.126 الأسبقية للضرب، غنلقاو 6.93 متر سكوند موان دو ك وحدة. الآن لنحدد سرعة في 4، نحدد في 4 نستعمل طريقة أولير، يعني ممكن أن نكتب في اي زائد 1 يساوي ا اي دلتا تي زائد في في اللحظة اي مع دلتا تي هي الخطوة ديال الوقت اللي هي تي اي بلس 1 ناقص تي اي اللي كتساوي، نرجع للجدول تي اي 0.020 ناقص 0.015 0.020 ناقص 0.015 اللي كتساوي 0.005 ملي سيكوند. هلا نتأكد واش الوحدة بالملي سيكوند، بالسيكوند عفوا. دونك الوحدة 0.05 سيكوند. الآن ممكن نحسب في 4 باستعمال العلاقة التالية، في 4 يعني نعطي ونضع اي يساوي 3، نحصل على في 4 يساوي ا 3 دلتا تي زائد في 3. التطبيق العددي نلقاو في 4 يساوي ا 3 هي 6.93 نضرب في دلتا تي اللي هي دونك دلتا تي ناقص 3، دلتا تي هي 0.005 زائد في 3. في 3 سبق لنا حسبناها، في 3 هي 0.126 او ممكن ناخذها مباشره من الجدول 0.126. يا 26 باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو في 4 يساوي 0.161 والوحدة هي متر السرعة متر السكوند موان زه. وصلنا لنهاية هذا الجزء الأول، ندوزو الآن الجزء الثاني. الجزء الثاني دراسة طاقية لمتذبذب ميكانيكي جسم صلب نابض. المهم ديال الجزء من آلة ميكانيكية بمجموعة متذبذبة أفقية تتكون من جسم صلب مركز قصوره جي وكتلته ام مثبت بطرف نابض أفقي لفاتي غير متصلة وكتلته مهملة وصلابته ك يساوي 35 نيوتن متر موازاة. الطرف الآخر للنابض مثبت بحمل حامل ثابت.
نزيح الجسم S عن موضع توازنه بالمسافة X M ثم نحرر بدون سرعة بدئية، يعني V يساوي صفر، في تذبذب بدون احتكاك فوق مستوى أفقي. تتم دراسة حركة مركز القصور G في معلم OE مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا. ينطبق موضع G عند التوازن مع الأصل O للمحور OE. الشكل نعلم موضع G في المعلم OE عند اللحظة T بالأفصول X. الشكل الثالث ثم نختار موضع G عند التوازن X يساوي صفر مرجعا بطاقة الوضع المرنة. تكتب المعادلة الزمنية لحركة G على الشكل التالي: X دو تي يساوي إكس إم كوسينوس ديال دو بي تي على تي زيرو زائد في. يمثل منحنى الشكل 4 تغيرات الأفصول X بدلالات الزمن. الشكل الرابع هو هذا. أولا حدد قيمة كل من إكس إم تي زيرو و في. الآن مع الجزء الثاني. السؤال الأول تحديد اكس ام و تي زيرو و في. لدينا حسب المعادلة اكس دو تي، اكس دو تي يساوي اكس ام ضربها في كوسينوس ديال دو بي على تي زيرو فو تي زائد في. لتحديد اكس ام غنعتمدو على الشكل، دونك الشكل الرابع. تحديد اكس ام في اللحظة تي يساوي صفر، كنلاحظو بأن اكس يساوي اكس ام، يعني ناخدو القيمة القصوى. اكس ام هي هادي اللي هي ستة يساوي اكس ام. اذا اكس في لحظة تي يساوي صفر يساوي اكس ام يساوي 6 سنتيمترات. ثم تحديد تي زيرو دور، غناخدو الدور هو من نقطة إلى النقطة الأخرى، من الرأس إلى الرأس الآخر، اللي كيمثل دونك 0.5 سكوند. يعني أن إكس تي زيرو، تي زيرو يساوي 0.5 سكوند. ثم الآن تحديد في. في غنستعملو المعادلة. دونك قلنا في اللحظة إكس لحظة تي يساوي صفر كتساوي اكس ام على يساوي اكس ام اللي هي ستة، يساوي الى عوضنا هنا تي يساوي صفر غنلقاو اكس ام كوسينوس هنا صفر، اتنين بي في تي، تي عطينا القيمة صفر، دونك كتبقى لنا كوسينوس في. يعني اذا كوسينوس في يساوي اكس ام على اكس ام، يعني كوسينوس في يساوي 1. كافي ان في يساوي 0. السؤال الموالي ثانيا اوجد قيمة او بي او طاقة الوضع المرنة للمتذبذب الميكانيكي عند اللحظة تي واحد يساوي 0.5 سكوند. او ثانيا تحديد او بي او طاقة الوضع المرنة عند اللحظة تي واحد يساوي 0.5 سكوند. نعلم أن طاقة الوضع المرنة أو بي أو كتساوي 1/2 ك إكس أس 2 زائد سي كونستانت.
إذا اعتبرنا أن في اللحظة أو إذا كان إكس يساوي صفر كما ورد في المعطيات، نختار موضع جي عند التوازن إكس يساوي صفر مرجعا لطاقة الوضع المرنة. يعني في اللحظة في إكس يساوي صفر، أو بي أو يساوي صفر، وبالتالي نديرو العوض بي او بصفر يساوي العوض اكس بصفر زائد سي، يعني غنحصلو على ثابتة يساوي صفر، ومنه او بي او يساوي واحد على اثنان ك اكس او كاري. في اللحظة تي واحد يساوي 0.5 سكوند، او بي او تكتب على شكل واحد على اثنان ك اكس واحد سي اثنان، بحيث اكس واحد في اللحظة تي يساوي 0.5، دونك 0.5 اكس يساوي اكس ماكس، دونك اكس واحد يساوي اكس ماكس اللي هو 6 سنتيمترات. الان ممكن نديرو التطبيق العددي، او بي او بي او نسميوها واحد في اللحظة تي واحد يساوي واحد على اثنان، ثم ك من المعطيات دونك ك 35 ثم 6 × 10^2 حول السنتيمتر إلى المتر، يعني أو بي أو أن يساوي 6 × 2 يعني 3 × 35، ناقصني 2 لأن عندي إكس 2، دونك واحد على اثنان في 35، 36 × 10^4. باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو بأن أو بي أو واحد كتساوي 6.3 × 10^2، منساوش الوحدة اللي هي الجول. السؤال الموالي الآن، ثالثا السؤال الأخير، احسب الشغل ديال اف لقوة الارتداد عندما ينتقل مركز القصور جي من الموضع ا ديال الأفصول اكس ا يساوي اكس ام إلى الموضع بي ديال الأفصول اكس بي يساوي ناقص اكس ام. ثالثا حساب شغل ديال اف خلال الانتقال من ا إلى بي، شغل قوة الارتداد. نعلم أن شغل ديال قوة الارتداد خلال الانتقال من A إلى B كيساوي ناقص تغير E P E، طاقة الوضع المرنة بين الموضعين A و B، اللي كتساوي ناقص التغير هي او بي او في الموضع بي ناقص او بي او في الموضع ا. غنشرو غنلقاو يعني غنسبقو ب او بي او في الموضع ا ناقص او بي او في الموضع بي، كتساوي واحد على اثنان ك اكس ا اس 2 ناقص 1 على 2 ك اكس ب اس 2. حنا كنعرفوا بان حسب التمرين اكس ا يساوي اكس ام و اكس ب يساوي ناقص اكس ام، دونك اكس ا يساوي اكس ام و اكس ب يساوي ناقص
اكس ام، يعني غنعوضو غنلقاو واحد على اثنان ك اكس ام اس اثنان ناقص واحد على اثنان ك ناقص اكس ام اس اثنان، اعطتنا واحد على اثنان ك اكس ام اس اثنان ناقص واحد على اثنان ك، هنا كاين اس اثنان يعني غتبقى لنا اكس ام اس اثنان اللي هي صفر، يعني شغل قوة الارتداد اف بين ا و ب هي صفر جول. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان معكم الأستاذ خالد الناجي، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو على القناة ديالنا مدرسة الرياضيات والفيزياء على اليوتيوب، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات والفيزياء. استودعكم الله وإلى فيديو مقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.